بخطى ثابتة يتجه هؤلاء التلاميذ نحو المتحف الوطني للمجاهد. صرح معماري اختير في 5 يوليو 1982 أن يكون شاهداً على نضال وكفاح الجزائريين في وجه المستعمر، منذ أن وطأت قدماه أرض الجزائر سنة 1830 إلى غاية الاستقلال في 5 جويلية 1962. يا أطفال، هذه القاعة نخصص لها للنزول الفرنسي في الجزائر. وقتاش تحتلت الجزائر؟ مش من عام؟ هذه ثورة انطلاق أول مفير من الغربة في 1830. هذه قبل 1830 جاو هنا فرنسا. كيفاش جاو؟ نشوفوا لي كان الصورة باش تكون تلصق في أذهانكم. ودرس للتلميذ في الأقسام، هي أقسام يعني مغلقة عبارة عن كتاب ويعني معلم، يعني شيء نظري الأكثر نظري، ثم إما يأتي إلى المتحف ويلاحظ ويشاهد يعني هو بنفسه يلاحظ صور الشهداء، صور المجاهدين، أسلحة، فيها عدة مجسمات، يعني من خلالها يعني نستطيع أن نوصل هذه الرسالة التاريخية للتلميذ. بعيداً عن ضغط التحصيل العلمي والواجبات المدرسية، يجوب تلاميذ قاعة العرض المتنوعة. الهدف ترسيخ مبادئ ثورة نوفمبر لدى المتمدرس. يسموها زمالة. صور وثائق تاريخية ومجسمات تروي كفاح الجزائريين وتمتد من فترات المقاومة الشعبية إلى محطات الحركة الوطنية حتى فترة اندلاع الثورة التحريرية. 22 هذه قررت داروا اجتماعات وعدة اجتماعات ما بينهم باش يديروا ثورة. قررت لازم تكون ثورة ضد في فرنسا. وما لجنة الستة كانت في بولوغين، اجتمعوا في بولوغين، هادو هما هاودي تعرفوا بوديان كان رئيس بن مليدي شهيد بطاقة مجاهد كريم القاسم ايدوش مراد ها قنبلي تعرفوا مصطفى قنبلي شهيد كان في منطقة الأوراس. على الجانب الآخر من المتحف يتراءى أمام التلاميذ أبشع جرائم القرن العشرين التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق أبناء الشعب. هكذا تعيش الذاكرة حية في نفوس هؤلاء. تعلمت بلي كانوا يقطعوا لهم يقطعوا لهم راسهم، وبلي صارت الاستقلال في 5 جويلية 1962. تعلمت بلي كاين مجموعه 22 جيزوش مراد كريم القاسم ربيع بن مهدي. ترسيخ الذاكرة الوطنية في أذهان النشء هو ما تسعى إليه المنظومة التربوية اليوم، وكذا تبليغ الرسالة التاريخية للأجيال الصاعدة بأن الحرية لم تكن منحة من الغير، وإنما حصيلة تضحيات جسام دفعها الشعب الجزائري.